هي الريسبونسي، وبعدين برضه كنا بنحكيها مع السي بي ابر ليمب، يعني حضرتين قويين جدا. طفل عنده فيري جود ديلتويد بالك لكن مش قادر ان هو يرفع الكتف،
مش عشان الديلتويد بارالايت زي ما انتم قد يعني تعتقدوا، ولكن عشان فكره الكروس انرفيشن زي ما هنوضحها. في حين ان البيشنتس اللي هيبقى عندهم الباراليتيك باترن اوف باراليسيس هيبقى عندهم طبعا سيجنفيكنت ماسل اتروفي. يعني لقيت عيان مش قادر يرفع كتفه ببص على الديلتويد بالك لقيتها مش موجوده، يبقى ده عيان عنده الباراليتيك تايب اوف ايربسبورس. على فكره معظم الاطفال اللي مش قادرين يرفعوا كتفهم عندهم فيري جود ديلتويد بالك. يبقى في سبب اخر بيخليهم مش قادرين يرفعوا كتفهم اللي هو الكروس انرفيشن او الابارنت انرفيشن. وزي ما قلنا ان ده بيحصل اكتر في الشولدر والهيلبو ليجنز، في حين ان الباراليتيك تايب او الفلاسيد تايب هيحصل اكتر في الديستال اللي هي الفور ارم او الهاند ليجنز. طيب لما نفتكر زي ما قلنا ان الاذر بريكن فليكسس بولسي سببه باورفول تراكشن وهاي انرجي انجري، اشهرهم ان يكون الراجل اتحدف من على الموتوسيكل اللي كان راكبه، فيحصل روت افالجن بفلاسيد باراليسيس والجابس لونج والكروس انرفيشن فيري ريت. يعني الاوبستيتريك بريكن فليكسس بولسي ده حاجه والادلت او الروماتيك بريكن فليكسس بولسي ده حاجه ثانيه في الباثوجينيسيس بتاع المسل امبالانس اللي بيحصل. طيب لازم بقى نفتكر الكلمه دي، ودي واحده من المسجز اللي عايزكم تفتكروها او التيك هوم مسج زي ما بنقول، ان الكونسبت اوف كروس انرفيشن will be accepted as the main cause of shoulder and elbow deformity in obstetric brachial plexus pulsi. The cross innervation ده عبارة عن the misdirection of the regenerating axons as the motor recovery occurs. طب ال cross innervation ده هينتج عنه ايه؟ هينتج عنه حاجة مهمة جدا اسمها ال co-contractions. يعني ايه؟ ان انا جاي احرك عضلة، ثم العضلة العكسية بتاعتها بتتحرك فتعكسها في الحركة فتمنع الموفمنت اللي كانت المصل دي هتعمل زي ما هنقول. يبقى الكروس انرفيشن بيعمل co-contractions of the synergistic and antagonistic muscles. الco-contractions مع الوقت هتؤدي الى fixed muscle contractures. والmuscle contractures اللي نتجت عن الco-contractions اللي نتجت عن الكروس انرفيشن هي المين cause of the deformity of the joints بالobstetric brachial plexus palsy بالاخص بالشولدر والالبو regions. ولكن الفور ارم والهاند برضه تكون حاجه ثانيه. في اربع انواع من الكو كونتراكشنز بتحصل نتيجه للكروس انرفيشن بتؤدي الى شولدر والبو ديفورمز. في كو كونتراكشن بتحصل ما بين الالبو فليكسرز اللي هو البايسبس والبراكيالس، او نقول البراكيالس والبايسبس، ان البراكيالس ذا مين الالبو فليكسر، والالبو اكستنسورز اللي هم الترايسبس. فمثلا دي تخلي العيان لو هي مايلد ديجري مش قادر ان هو يعمل الكو فليكشن زي ان هو يلبس البنطلون بتاعه ويحط ايده في جنبه، ان كل ما هيجي يعمل هذه الفليكشن اوف ذا الكو تقوم الاكستنسورز شغاله اللي هي الانتاجونستيك ماسلز، فيقوم ما يقدرش ان هو يعمل الكو فليكشن، ولكن البايسبس والبراكيلس بتوعه شغالين كويس جدا كويس جدا. لو سيبير البيشنت ما يقدرش يعمل الهاند تو ماوث، كل ما يجي يحط ايده على بقه الفليكشن تقوم الاكستنسورز شغاله فيحصل الانابيليتي تو فليكس ذا الكو. في كو كونتراكشنز بتحصل ما بين الشولدر ابدكتورز والشولدر ادكتورز، فيحصل ليميتيشن اوف شولدر اليفيشن وينتج عنه مع الوقت الادكشن والانترنال روتيشن كونتراكشن. ولو احنا سالنا سؤال ايه المين كوز اللي بيؤدي الى الانابيليتي تو ابدكت ذا شولدر في الايربس بولسي، ما هواش الباراليسيس اوف ذا ديلتويد، هو الكو كونتراكشنز اللي حاصله ما بين الابدكتورز والانتاجونيستكس بتوعهم اللي هم الادكتورز. طيب في كو كونتراكشن بتحصل تاني ما بين الالبو فليكسرز والشولدر ابداكتورز، كل ما العينك يحاول يحط ايده على بقه يقوم مجنح كده بتعمل الترامبت ساين، يبقى دي ما بين الالبو فليكسرز والشولدر ابداكتورز. كل الحاجات دي معوقه للاكتيفيتيز اوف ديلي ليفنج. في كو كونتراكشنز بتحصل ما بين الشولدر ابداكتورز والالبو فليكسرز والفور ارم فليكسرز، كل ما البيشنت يحاول يعمل شولدر اليفيشن برضه يقوم عامل فليكشن في الالبو وفليكشن في الفيلرز، كل ده يؤدي الى ان هو مش قادر يعمل الاكتيفيتيز اوف ديلي ليفنج بتاعته، على الرغم من ان المسلز بتاعته الباور بتاعها كويس والباور بتاعها كويس وحصل لها انرفيشن، ولكن الانرفيشن ده كان خاطئ، كان كروس انرفيشن. تمام؟ لو جينا نانلايز ريجن ريجن، فمثلا الشولدر الموست كومن ريزيديوال شولدر ديفورميتي هي الانترنال روتيشن والادكشن كونتراكشن. البرزيستنت انترنال روتيشن اللي بيحصل
في الشولدر بيؤدي الى ان الهيومرال هيد تبقى ريتروفيرتد وفلاتن والجلينويد فوسا تبقى هايبوبلاست ويبتدي يحصل ديفورميتي في الاكروميوم ديفورميتي في الكوراكويد. كل دي بوني تشينج. لما نبص مثلا على الصوره اللي هي اللي تحت ديت نشوف قد ايه الهيومرال هيد ريتروفيرتد وقد ايه الجلينويد فلاتن وقد ايه الجلينويد از ديسبلاست. كويس. وهنا في البلين اكس راي نقدر نشوف التشينجز بدات تحصل في الاكروميوم وفي الكوراكويد. طيب في كلاسيفيكيشنز كتيره جدا احنا يعني مش صدر استقرار المكتوبه في الليترشر ولكن بنختار منها عشان نفكركم اللي هي الماليه كلاسيفيكيشن اللي مبنيه عليها معظم الستاديز اللي هي بتشوف على فكره احنا في الاوبستريك بريك تكسس بولسي مش ان انت تقول لي الموفمنت دي جايه من الجلين هيومرال ولا جايه من الكومباين شولدر موفمنت لان كل الكلاسيفيكيشنز لما بتحسب الابدكشن بتاع العيان وتعمل له كلاسيفيكيشن وتعمل البري اوبريتيف والبوست اوبريتيف وتشوف الامبروفمنت كلها بتتكلم على الجلوبال موفمنت اوف ذا شولدر. تمام. فبيقيس بيقيس جلوبال ابدكشن بيقيس جلوبال اكسترنال روتيشن بيشوف الهاند نيك والهاند اون ذا سباين والهاند تو ماوث كل الحاجات دي بيقدر يشوف الاكسترنال والانترنال روتيشن والابدكشن والفانكشن والاكتيفيتيز اوف ديلي ليفل وبيعمل لها جريدنج طبعا الوان اللي هو النورمال ودي هي الماليه كلاسيكيشن لمجرد بس التذكره ان احنا بيهمنا الجلوبال رينج اوف موشن. طيب في كلاسيكيشنز ثانيه بتهمني زي واحد اسمه جو عمل كلاسيفيكيشن للليميتد ابدكشن انا كنت بشرحها لكم في الاول. العيان مش قادر يرفع كتفه ليه؟ دايناميك تايب اللي هو عنده الحقيقه اتروفي وباراليسيس في الديلتويد وبالتالي ما عندوش كو كونتراكتشرز وما عندوش اي كونتراكتشر في الكيرس نيتشر ديسنس دورساي هو مش قادر يرفع علشان هو عنده فلاسيد باراليسيس اوف ذا ديلتويد اللي هو في الاخر ده لور موتور نيورون فانكشن. تبص على الديلتويد بالك بتاعه وده على فكره ده رغم انه اول واحد هو حاطط الكلاسيكيشن الا ان هو ذا ليست كومن هو الموت وده از فيري انيوجوال هو الموست كومن هو الريزستنت تايب هو الفانكشن اوف ذا شولدر ابدكتور سبير او ريكفر. تمام. يعني بعد الانيشال انجري السي 5 او 6 حصل فيهم ريكفري فبالتالي الابدكتور رجعت ولكن الريزستنس تو ذا شولدر ابدكشن بيحصل بسبب الكونتراكشن اللي حصلت في السبسكابيولاريس اللي قدام والكو كونتراكشن اللي بتحصل في الثيرس والتيسمس اللي هم يعتبروا الشولدر اد باك. كل ما العين يجي يحاول يرفع كتفه ويعمل ابدكشن زي ما قلنا في الشولدر في اربعه كو كونتراكشن بتحصل دي واحده منهم. ويبقى ده لما نسال ايه الموست كومن كوز اللي بيخلي البيشنت ان ايبل تو ابدكت مش الباراليسيس اوف ذا ديفلوير خلاص هو الكو كونتراكشنز اللي بتحصل. طيب في كلاسيكيشن ثانيه مبنيه على الراديولوجي اللي هو ووترز عملها اللي هي على حسب الديجري اوف ريتروفيرجن وقد ايه من الهيد سبلكسل بتتراوح من تايب 1 طبعا نورمال ما حطيناهوش ولكن نشوف ان هو مجرد انكريز في الريتروفيرجن بنوصل هنا لكمبليت ديسلوكيشن في الفيمور هيد. كل ما الديجري اوف ريتروفيرجن وسبلكسيشن تزيد كل ما الووترز كلاسيكيشن تبقى اعلى. وادي مثلا اكزامبل ووترز جريد 5 كومبليتلي فلاتن جلينويد وهيد ديسلوكيتد بره الجلينويد. طيب لما نيجي نتكلم عن التريتمنت بتاع السيكو دي بتاع الاوبستريك بريك فليكسس بولسي في الشولدر ريجن رافلي سبيكينج عشان نحط لابسين سكيما لما يجي لي عيان هل انا عندي جلين هيومر كونجروتي ولا ما عنديش انكونجروتي يعني معنى صح الووترز كلاسيفيكيشن تايب لو جنرالي سبيكينج انا عندي نو جلينو هيومر انكونجروتي يعني في سام سورت اوف جود ريليشن بين الهيومرال هيد والجلينويد يبقى انا هفكر ان اعمل سوفت تيشو بروسيديرز بس اللي هي التندون لينترينج والتندون ترانسفيرز وهكذا. لو انا لقيت ان الجلينو هيومر كونجروتي از لوست يعني ذير از جلينو انكونجروتي ابتدي افكر في بوني بروسيديرز اللي بتبقى مينلي ان انا اجنور خالص الديسلوكيشن اللي موجوده فوق وانا اعمل دي روتيشن للهيومرز عشان اجيبها في فانكشنال بوزيشن. طيب فاكوردنج بقى للووترز كلاسيفيكيشن قدرنا نحط تريتمنت بروتوكول اللي هو لو انا عندي البيشنت تايب 2 وتايب 3 ريجاردلس اوف ذا ايج اوف ذا بيشنت دي مهمه جدا انا هعمل تندون ترانسفير بلس ماينس هعمل سوفت تيشو ريليس. لو العيان عنده كومبليت ديسلوكيشن ريجاردلس اوف هيز ايج انا هعمل بوني بروسيدير.
الجري زون بقى اللي هو تايب 4 يعني في سام سورت اوف سبلكسيشن، لو العيان صغير حد 7 و8 سنين انا اقدر اسيب فرصه للريموديلنج انه يحصل واعمل له التندون ترانسفير. لكن لو هو سبلكسيتد والعيان عدى 7 او 8 سنين فالشانس اوف ريموديلنج از فيري ريموت، فبالتالي اعمله معامله التايب 5 واعمل له على طول التي روتيشن، ذير از نو تايم تو ويت فور ريموديلنج. يبقى انا هنا قدرت احط لنفسي بروتوكول مش مبني على الايج اوف ذا بيشنت، مبني على السي تي او الام ار اي. بمعنى اصح كده ان احنا لما نسترجع كده حاجه احنا ما قلناهاش في الاول، بشوف كتير قوي اطفال عندهم اوستاتيك بريك ريفلكسز فولسي راحوا للدكاتره عشان يحددوا لهم علاج. اول حاجه بتطلب من التشايلد ده ان هو يعمل حاجه اسمها نيرف كوندكشن ري ايمج. لو انا قلت لك ان انا لحد النهارده عمري ما طلبت لعيان عنده اوستاتيك بريك ريفلكسز فولسي نيرف كوندكشن او اي ام جي، هتعرف ان الفحص ده از نوت امبورتنت. ولكن المهم جدا ان انت ما تبقاش حطيت تريتمنت بروتوكول لعيان عنده اوبستاتيك بريك ريفلكسز فولسي من غير ما يكون معاك سي تي او ام ار اي، ان هو ده اللي بناء عليه هقدر احدد اليوم اللي فات في انهي شولدر جوينت في انهي ستيج من الووتر سبيسيفيك، وبالتالي اقدر انا احط البروتوكول بتاعي اعمل له سوفت تيشي ريليس ولا اعمل له بومين بروسيد. اذا بقى سؤال بيحيرنا جدا اللي هو انا هعمل تندون ترانسفير. طب التندون ترانسفير احنا عارفين ان هو عباره عن ان انا هنقل العضلات اللي شغاله اللي هي الشولدر ادكتورز زي الكيرس ميجر او الاسمس دورساي 1 او 2 اوف ذيم وات ايفر، هنقلهم عشان يشتغلوا كشولدر اكسترنال روتيتورز بدل ما هم انترنال روتيتورز. ولما الشولدر بتاعي يبقى اكسترنال روتيتد بدل ما يبقى انترنال روتيتد، الديلتويد اللي هي اصلا فيها كومبليت باور هتقدر انها يبقى عندها ميكانيكال انفارشن. الديلتويد لما تشتغل على شو على شولدر ذات از انترنال روتيتد بتبقى ذات ميكانيكال ديس ادفانتج. كل ما العيان يجي يرفع ايده عامله كده فعمره هيقدر يطول بقه ويطول شعره ويطول الاكتيفيتيز بتاعته. ولكن لو احنا عملنا اكسترنال روتيشن سواء بي روتيشن في اليومرس او بتندون ترانسفير او سوفت تيشو لينتنينج هتبقى الديلتويد اللي احنا بنفتكر ان احنا قلنا ان البلك بتاعها كويس عند معظم العيانين مفيش اي مشكله، هتعرف انها تشتغل وتؤدي الفانكشن. طيب في بقى عيان لو انا عملت له الفيرس ميجر او الديسنس دورسايت مش كفايه، محتاج حاجه اكتر من كده شويه اللي هي الترابيزيوس ترانسفير. كويس، مين بقى العيان ده؟ هو الليتر تشيرفنس زمان كان في ديبيت، يعني في ستاديز كتيره، كان في ستادي بتاع جيلبير وبتاع تشان، وكان في ستادي انا كنت عاملها، كانت وصلنا للكونكلوجن في الاول ان لازم العيان اللي انا هقرر ان انا هعمل له سوفت تيشو بروسيدر اللي هي تندون ترانسفير عشان اعمل بس الديرس ترانسفير اللي هي يعني الهوفر بروسيدر زي ما هنقول حالا، لازم يكون هو اصلا بيرفع دراعه اكتر من 90 درجه. تمام، اكتر من 90 ديجريز. لو هو بيرفع اقل من 90 ديجريز لازم ان انا اضيف الى هذا الترانسفير بتاعي ترابيزيوس ترانسفير، لان العيان اللي مش بيقدر يرفع لحد 90 ده الديكتويد بتاعته شغاله بس مش شغاله انف انها تشتغل بعد كده ابدكشن حتى لو الشولدر بقى اكسترنال روتين، فلازم اجيب لها عضله تعمل ابداش. ينفع فين الترابيزيس واخده النيرف سبلاي اللي السبلاي بتاعها بره الفليكسس، فبالتالي هتبقى سبيرت. وكان في بيبر ثانيه زي بتاعت ايدين، وكان بيبر قويه، والبيبرز ثانيه قالت ان لا ريجاردلس اوف ذا ديجري اوف ابداكشن انت اول ذات يو نيد ستيرس ميجر ترانسفير، يو نيفر نيد ترابيزيس ترانسفير. فلما كان الديبيت ده يعني ايشو جامد احنا حبينا نحله، وكان في ستادي اتعملت في 2012 واتنشرت في الجورنال اوف بون اند جوينت جورنال عندنا في عين شمس. والحقيقه الاستادي دي كانت لطيفه جدا لانها حلت الكونكلوجن دي وقالت ان احنا هنحل الجدال اللي موجود ما بين الستاديز اللي بتقول ليكو ترابيزيس ترانسفير لو ابدكشن ليس ذان 90 والبيبرز اللي بتقول دو نوت دو ترابيزيس ترانسفير ات اول. وصلنا للبروتوكول ده هو ان لو الابدكشن اكتر من 90 خلاص مفيش جدال ان ده هيعمل سنجل بروسيد. لو الابدكشن اقل من 90 هنشوف الجريد اوف ذا ديلتويد. لو الديلتويد بتاعتنا جريد 0 او 1 او 2 لازم تعمل الكومبايند بروسيدر. لو الديلتويد جريد 3 او 4 هي عمرها ما هتبقى 5، هنعمل السنجل بروسيدر ونري اسس ذا بيشنت ولو احتاج بعد كده ترابيزيس ترانسفير يعني. والسبب في كده هي ان الترابيزيس ترانسفير دي از فيري يعني از فيري بلادي اوبريشن، اتس لينثي اتس كامبرسم، ولما بتبقى كومبايند مع الديرس ترانسفير في نفس البروسيدر اتس فيري بلادي تيكس لونج تايم اتس فيري اجلي سكار. فاحنا كنا بندور على كافه الطرق اللي تخلينا نتجنبها الا اذا اضطرينا. تمام؟ فتو كونكلود مانجمنت اوف الشولدر ديفورمتيز في الاوستاتيك بريك ريفلكسز فورسي، نفتكر ان الكونتراكشر اللي بتحصل بتبقى بسبب
الكونتراكتشر والسبسكابيولاريس مش البكتوراليس ميجر ماسل. عشان كده في الموديفيكيشن اوف النوت بروسيجر وي دو نوت اتاك البكتوراليس ميجر ماسل, وي اونلي اتاك السبسكابيولاريس اف ات ستايل. وقبل ما نعمل اي تندون ترانسفير لازم يعني تو ادريس الكونتراكتشر بتندون لينتنج او تندون ريليس. زي ما كان زمان نعمل الريليس بتاع السبسكابيولاريس من قدام, احنا بنديفايد التندون بتاع السبسكابيولاريس عند الانسرشن بتاعها اللي هي السيفر. لقينا ان في الليتشر من زمان كان هو كارليوز وابراهيم دول كانوا واصلين زمان خالص اللي هي السبسكابيولاريس ريسيشن. احنا بنسلايد السبسكابيولاريس من على السكابيولا على الاوريجن بتاعها ونجيب الشولدر في فورس اكسترنال روتيشن ونجبس على كده, يبقى قربنا للاوريجن من الانسرشن. فاحنا بالتالي طولنا السبسكابيولاريس من غير ما نجبرتايز خالص الستابيليتي اوف ذا شولدر انتيريور. ونقول ان with the exception of children under the age of 2 years a release of the internal rotation contracture must be associated with tendon transfer to prevent recurrence. يعني بمعنى صح, انا جاي لي تشايلد عنده سنه ونص سنتين وعنده internal rotation contracture, انا هعمل له طبعا عملت له CT والام ار اي ولقيت ان هو في الووترز جريد 2 و3 و4, هعمل له في البن هعمل له soft tissue release اللي هو بتاع subscapularis recession وحطه الجبس واحده يلبس السبلنت بتاعته يعني فيزيوثيرابي بحيث انه ما يحصلوش ريكارنس. لكن لو التشايلد ده اباف ذا ايج اوف 2 لازم اعمل تندون ترانسفير. واحنا بنقول ان التندون ترانسفير ايديالي شود نوت بي دان بيفور ذا ايج اوف 3 اند هاف او 4. ففي جري زون, لو جالنا بيبي عنده 2 years خلاص السبسكابيولاريس سيشن لوحدها از نوت انف, تندون ترانسفير از تو يونج تو دو ات, فبتضطر ان انت تسيبه فتره لحد ما هي ابروتشز ذا ايج اوف 3 اند هاف وتعمل له تندون ترانسفير علشان المصل ريهابيليتيشن والفيزيوثيرابي بعد العمليه في تشايلد عنده سنتين از فيري ديفيكولت, الاوبريشن بتاعه هيبقى زيرو, فبنضطر ان احنا نستنى. دي الجري زون اللي ممكن يجي لنا فيها تشايلد. خلاص؟ في سيفرال بقى تندون بروسيدرز اتوصفوا كلهم عايزين تو ريستور الابدكشن والاكسترنال روتيشن عشان يخلوا الهاند توصل للماوث اندر, فمش عايزين نتلخبط فيهم. ليه؟ لان هو الكوليكتيف البروسيدرز دي كلها بنجمعها في تو تكنيكس. في تكنيك ان هو قال لك انا هاخد التيرس ولاتيسمس بدل ما هم انسرتد, يعني هم ماشيين انسرتد في البايسبتال جروف, لكن هو ابروتشنج ذا هيومرس فروم بيهايند عشان هم جايين من البوستيريور, فبالتالي انا هنقلهم من الانتيريور تو ذا بوستيريور اسكت اوف ذا هيومرس. وفي دي مجموعه الاوبريشن دي اسمها الاليبسكوب بروسيدرز, وال يعني الابديت بتاعهم ان احنا ناخد الماسكس دول ونري اتاتش ذم الى الروتيتور كاف للانفراسباينيتس او للتيرس ماينر, هم اصلا اكسترنال روتيتورز دي اللي هي بتبقى كولكتيفلي بتتجمع تحت اسم هوفر. كويس؟ والناس برضو في اول ما الهوفر بروسيدير بدات تبقى بوبيلايز الناس كانت فاكره ان هي هتبقى الريزلتس بتاعتها احسن, على اساس ان انا هاخد هنقل في الكاف فثيوريتيكلي تو ليد تو بيتر امبروفمنت في الاكسترنال روتيشن والابدكشن. لكن الحقيقه لحد النهارده مفيش اي ستادي قالت ان الريزلتس بتاعت التكنيك ده احسن من ده, على الرغم من ان هي الكرنت براكتس ان احنا بنعمل الهوفر بروسيدير, الا ان هي الناس اللي بتعمل الابسكوبي الريزلتس بتاعته برضه كويسه. ونعمل بقى الهوفر بروسيدير ده نعمله من بوستيريور انسيجن, نعمله من اكزيلري ابروتش زي ما في اختلافات كتيره, ولكن احنا مش عايزين نخش في السيرجري ديتيلز, هي الكونسبت كله بس بنوصله. خلاص؟ ده الشولدر اللي هو المين ديفورميتي في الهيرمس بولسي. نيجي بقى للقلب, دي حاجه مهمه جدا ان انتوا برضو يعني قد تكونوا مش فاميليير بيها قوي زي الشولدر, ولكن عايزين نقول ايه؟ كتير قوي بيجي الاطفال اللي هم عندهم الهيرمس بولسي دايما البيرنتس بتوعهم بيشتكوا ان الكوع مات. فانت الله يعني انت تقول ان العيان اللي عنده هيرمس بولسي مش عارف يتني كوعه ومش عارف يطول بوقه وفي نفس الوقت كوعه مات, ده بيقول عليها بارادوكسيكال الالبو فليكشن. كويس؟ دي بتعمل فانكشنال كوزمتيك ديسابيليتي. فانت بتقول ده انا عندي نورمال ترايسبس باور وعندي ويك او ابسنت بايسبس, ازاي؟ يعني اتس ديفيكلت تو اندرستاند ان العيان ده عنده فليكشن كونتراكشن. ولكن ما تنسوش نظريه الكو كونتراكشن والكروس انرفيشن اللي قلناها في الاول, هنا فيري ماتش ابليكابل, احنا قلنا شولدر وقلب. فالبراكيالس بتبقى هايبرتروفيك في العيانين دول بسبب الابالنت ري انرفيشن وهي المين كوز اوف الفليكشن كونتراكشر. بليز ريمبر ان ذير از نو ديفينيت تريتمنت فور ذيس كونديشن. يعني لو جات لك المذر بتاعت الجيرل عندها هيربس بولسي وتقول لك ان اصل دراعها اقصر, اصل دراعها شكله مش زي التاني, اصل كحه ماتني, تقول انا ما عنديش علاج للموضوع ده. يو كانوت تريت الالبو, البيكس الالبو كونتراكشن في الهيربس بولسي.
you can treat the inability to flex the elbow. اللي هو بتأثر على الكيدنز اوف ديلي ليفت. لكن الالب فليكشن كونتراكشن وي هاف نو تريتمنت. وي هاف نو تريتمنت. ولو هي عايزه ده تريتمنت يبقى تبقى عارفه ان التريتمنت بتاعنا ويل نوت اتشيف الجولز. ما نعملش. التريتمنت اوف الفور ارم والهاند بروبلمز is more difficult than the shoulder and elbow problems. The shoulder and elbow reconstruction generally should precede the forearm or hand reconstruction. The optimum age of the shoulder and elbow is 4 to 6. The forearm or hand at a slightly older age. To restore elbow flexion, we can restore elbow flexion. We cannot treat a fixed elbow flexion. But we have to restore elbow flexion. هي priority ولكن it should not be achieved at the extension at the expense of elbow extension. يعني ما تجيش تاخد الترايسبس وتحطها في البايسبس عشان تصلح للعيان الالبو فليكشن تقول تفقد له الابيليتي تو اكستند ذا الالبو. لان الابيليتي تو اكستند ذا الالبو ده مهم جدا. انت محتاج اكستنشن اوف ذا الالبو تو جيت اب فروم سيتنج بوزيشن. محتاج حاجات مهمه خلاص. فالترايسبس تو ذا بايسبس ترانسفير از نوت از كوندمد از نوت جود بيكوز ات لوزز اكستنشن. very frustrating بالذات بقى كمان لو انت عملت العيان عمليه وصلحت له الشولدر ابدكشن وهو مش قادر يفرد كوعه يبقى انت يعني مش هيقدر يعمل الاوفر هاند اكتيفيتيز. انت صلحت له حاجه وضيعت له البو اكستنشن. انت خدت الترايسبس وحطيتها في البايسبس. احنا عايزين نرجع الالبو فليكشن عشان الهاند تو ماوث ولكن مش على حساب ان احنا تلوز الالبو اكستنشن. طبعا العيانين هم عندهم الابارنت رينرفيشن هم عندهم هايبرتروفيك باكيال دول كتير جدا لانهم حاجه اسمها شتاين للفليكسور بلاستي. احنا بناخد الفليكسور الكومن فليكسور اوريجن ونجيبها في مور بروكسيمال لوكيشن فتقوم عامله تشتغل كالبو فليكسور زي ما هي كانت بتشتغل فليكسور للريست. البيشنز ده هم عندهم الاتروفيك فليكسورز بتعمل لهم بقى حاجه من المايكرو باسكيولر والبري ماسل ترانسفير زي الجراسيمس وحاجات زي كده ولكن دول اللي احنا بيهمونا اكتر المور ابليكابل يعني. بالنسبه للشتايندر فليكسور بلاستي قبل ما تعملها لازم العين يكون عنده جود هاند جريب عشان تبقى اصلا الفليكسور دي هتشتغل. يبقى عنده جود ريست اكستنشن وجود البو اكستنشن وطبعا يكون عنده فانكشنال باسيف انفيشن البو بتاعه ستيف والا مش هتعرف تشتغل الشتايندر دي الكومن فليكس اوريجن مش هتعرف تشتغل عليه. بعد ما تعمل الشتايندر فليكسور بلاستي عمليه جميله بس تتوقع ان يحصل فليكشن كونتراكشن في الالبو لو ده في معظم العيانين لو الترايسبس بتاعك ضعيف او لو انت عملت تو ماتش ادفانسمنت اوف ذا كومن فليكسور اوريجن تمام ممكن يجي لك برونيشن كونتراكشن بالذات لو السوباينيتور ويك فبنحاول نحط الكومن فليكسور اوريجن بعد ما بنحطها في النص بنحطها في مور لاترال بوزيشن على الهيومرس او ان البيشنتس تو كلينش ذير فيستس مع الالبو فليكشن لان انت الكومن فليكسور اوريجن ده اصلا شغال على الـ على الـ على الريست والفينجرز ولكن ده مش مشكله ان بعد ما البيشنت يوصل كوعه ويبطل استخدام الكومن فليكس اوريجن تو فليكس الالبو خلاص هيريليس هيبطل يعمل فليكشن للريست. وفي بقى اخر حاجه الريست فليكشن كونتراكتشر ده بيحصل في البيشنتس اللي هم عندهم بري اوبرتيفلي ويك اكستنشن وده فانكشن ديسيبلينج ذات ويل بريفنت ذا بيشنت برينجينج هيز او هير هاند تو ذا ماوث لو الريست بقى في الفليكس بوزيشن. فدي كلها ديسابيلتيز ممكن تحصل مع الشتاين فليكسور بلاستي نخلي بالنا منها رغم ان هي عمليه كويسه. To restore بقى ال elbow extension واخد بالك ازاي؟ لو احنا عندنا flexion contracture اكتر من 40 ممكن نعمل brachialis transfer لو ال flexion contracture اقل من 40 ممكن نعمل ال biceps. دي very rarely we do this. احنا our main indication for surgery in obstetric brachioplexus palsy is to restore an elbow flexion by a Steindler flexor plastic. Very rarely to do. Impossible to try and correct the flexion contracture or very rarely to restore an elbow extension. خلاص ونبعد عن الترايسبس تو بايسبس ده عشان احنا مش عايزين نفقد الالبو اكستنشن. بالنسبه للفور ار عايزين نفتكر ان in addition to being يعني الالبو فليكسور البايسبس اكشلي هي المين فور ارم سوباينيتور. فلو البايسبس ويك زي ما احنا عارفين في معظم حالات الاوبسيتيف بريك فليكسس فورسي توقع ان البرونيتورز تبقى باورفول عن السوباينيتورز ويجي لك العيان عنده كورنيشن ديفورمتي. طب الكورنيشن ديفورمتي ده ايه مشكلته؟ مشكلته حاجتين هو بيكزاجوريتد ان سايكلي انترنال روتيشن اللي جاي من الشولدر ها ده المين كوز البرونيشن مع الانترنال روتيشن يديك ماكسيمم كوزمتيك وفانكشنال ديسابيلتي وبيؤدي الى فانكشنال لوس في البيرسونال هايجين زي يعني بعد التويلت تنظيف النفس وبعد الواشنج فيس وفي لوت اوف سبورتس اكتيفيتي.
طب السوباينيشن ديفورميتي بقى هينتج اللي هو العكس ده، هيبقى عندك توتال بلكسس فورسي وحصل ريكفري اوف سي 5 تو 6 وبور ريكفري لسي 7 تو تي 1. ففي هذه المصل امبالانس باكتف سوباينيتورز وبارالايزد برونيتورز، فهتلاقي الهاند اسيومنج باجنج بوزيشن with poor function and cosmesis. طبعا الديسابيليتي بتاعتك is very cosmetically unacceptable with impair bad performance of كل الكيبورد activities والرايتنج، وان العين يلبس نفسه عشان يربط الزرار ويفك الزرار، كل الحاجات دي انت محتاج coordination عشان تعملها. لو انا عندي supination او coordination deformity، لو انا عندي الـ passive range of motion is complete، بقدر اعمل biceps rerouting في حالات السوباينيشن ديفورمتي، واقدر اعمل برونيتور تينس روتنج في حالات البايس البرونيشن ديفورمتي. لما يبقى عندي فيكس ديفورمتيز بضطر اعمل فور ار اوستيوتومي، وي ادفايز سترونج انترنال فيكسيشن عشان ما يحصلش نون يونيون كده او ريكارنس اوف ديفورمتي. احيانا لو الموضوع كده ان بتوين ممكن نضيف مع الري روتنج نعمل انتروسس ميمبرين، لكن عاده احنا يا ابيض يا اسود، يا اما هنعمل الري روتنج اوف ذا بايسبس او البرونيتور تينس او هنعمل الـ 4 ار اكستشن. اي ثينك ان هي دي. لا بالنسبه للريست بقى طبعا دي مهمه جدا، ان ريستورنج الاكتف ريست اكستنشن، ان يبقى عندهم ريست دروب، فريستورنج الاكتف ريست اكستنشن از فيري امبورتنت، عشان احنا عارفين يبقى عندنا جود اند باورفل جريب، يو نيد ان اكستندد ريست نوت ا فليكسد ريست. الريست دروب ده انا هلاقيه في واحد من ثلاثه جروبس، السي 5 تو 7 تايبس، الـ C5 to T1 with recovery of the lower roots أو في total force. الـ children بس اللي هو في الـ first group وفي الـ second group دول اللي حصل لهم active digital extension، زي يعني الـ patient can actively extend the fingers، هم دول اللي candidates إن أنا أعمل لهم الـ flexor carpi ulnaris للـ extensor carpi radialis brevis transfer. يعني بقى اللي هم في الـ total force وعندهم poor hand function وما عندهمش finger extension وكده، دول بننصح إن هم يتعمل لهم هاد سكيلت الماتوريتي نعمل لهم ريست فيوجن، عشان بس الويكنس اللي موجود في الايه في الريست ده. انما الايديال بيشنتس فور انفليكسور تو اكستنسور ترانسفير هم اللي عندهم الاكتف ريست اكتف فينجر اكستنشن از بريزنت. بتقول طبعا ان اولدو الفلكسور كاربي انيرس والفلكسور كاربي رادياليس ار بوث افيلبل فور ترانسفير، الفلكسور كاربي انيرس از يوجوالي ذا سترونجر اوف ذا تو as its nerve supply is more distal in contrast to the flexor carpi radialis. The transfer of the flexor carpi radialis يخليني ألف around the ulnar border، فده بيساعدني أصلح شوية من الـ pronation deformity اللي هو more common عن supination deformity of the break and flexus force. تمام؟ ده بالنسبة لي. بس يعني بما ان احنا لو قبل ما نسيب ديت، لو حد عايز يسال حاجه في ديت، علشان قبل ما نسيب المحاضره نخلي حتى السؤال بعد المحاضره على طول، حد عايز يسال حاجه في الهربس بولس يسال. حد عنده اي اسئله ثانيه يا جماعه؟ خلاص كل حاجه اتفضل. اسالكم انا بقى طالما انتوا دكتور شغال هنا.
ايه هي الكروس انرفيشن؟ قول يا جماعه المسل يكون البلك موجود ولكن there is no function نتيجة انه الاجينس مسل بتمنعها ان تعمل دي البرو كونتراكشنز صح؟ اللي نتجت من الكروس انرفيشن. طب عايزين اكزامبل بقى ل موفمنت معينه بتحصل فيها. الدكتور اللي جنبه. بقى اللي جنب الدكتور اللي جنب جابه. ايه بقى اكزامبل اكزامبل بتحصل فيها الكونديشن دي؟ يعني الدكتور قال لك ان هو الماسل اللي اجينست يعني اللي بيدي اكزامبل مثلا الشولدر برودكشن بتاع الشولدر اللي هي انهي عضله؟ ايه المين شولدر ابداكتور؟ الديلتويد. الديلتويد كويس. تيجي ايه اللي تعجزها بقى؟ تيرس ميجر. تيرس ميجر. ايه شولدر ايه؟ بتعمل تيرس ميجر. ايوه اللي هي بتعمل ابداكشن. ابداكشن. تمام كده ده اكزامبل اهو ازاي البرو كونتراكشنز هتؤدي الى انابيليتي تو بيرفورم سيرتن صح؟ طب دكتور احنا قلنا البرو كونتراكشنز ديت بتحصل اكتر في انهي جوينتس؟ يعني جوينتس شولدر تمام. طيب قول انت انا عايز تبقى عايز تقول حاجه ايه الفور ارم والريست بقى هيحصل فيهم ايه؟ ريفليكشن. قول يا كابتن انا عايز اقول حاجه كده فرصه. الفور ارم والريست هيحصل فيهم ايه بقى؟ سوبرنيشن. لا هيحصل فيهم دول هيحصل فيهم الكو كونتراكشن لكن الفور ارم والريست هيبقى فيهم الايه؟ فالس ده اللي هو الاذر كوز اوف انابيليتي تو موف ذا جوينت صح؟ تمام. طب احنا انت كنت تسالني يا مؤمن دلوقتي عن الفليكشن كونتراكتشر تمام. طيب قول لي بقى يا دكتور الفليكشن كونتراكتشر ده حصل ليه مع ان احنا عندنا دايما بنقول ان عندهم مش عارفين يتنكحهم عشان البايسبس بارالايز دي خوفنا الازلي لما البيبي بيتولد وبنتابعه بنشوف البايسبس رجعت ولا لا عشان نتدخل ولا لا تمام. ايه اللي يخلي العيانين دول يجي لهم بقى فليكشن كونتراكتشر اللي يكون عليه بارادوكسيكال فليكشن كونتراكتشر؟ ايه اللي بيخليها تحصل؟ تمام في انهي عضله الاول اللي بيخلي انهي مصر بقى فيها ال لا البراكياليس احنا عايزين بس نفتكر ان من اناتومي ان البراكياليس من المين فليكسور وان البايسل دي المين از سوباينيت وهي دي اللي خلت ان المين ديفورمتي في الفور ار بقى تبقى برونيشن وفيري ريلي يحصل سوباينيشن لان احنا يوجولي البايسلز تبقى مور افكتد فبالتالي البرونيتورز هتاخد الابر هاند فيحصل عندنا البرونيشن ديفورمتي تمام. طيب خلاص نكلمكم بقى شويه عن السي بي في الابر ليمب.